محطة مفصلة مع الشيف شادي، خلينا ننتقل لحتى نشوف وين صارت كل تحضيراته وأطباقه لليوم ورشة ملح. أحبائي صباح الخير من جديد، وأهلا وسهلا فيكم للفقرة المفصلة مع الشيف شادي. معنا نص ساعة ربع ساعة أول شيء، هيك رح نعمل التحضيرات، بعدين رح تيجي لعندي كمان غيدة ونكفي كمان نهارنا بطريقة جميلة ونقدم أطباق اليوم، وأنا مخصصهم هيك تقريبيا لعيد سان فالونتاين. كيف فينا نحن نقدم بعض الأشياء المالحة بشكل قلب وبشكل هيك جميل ونقدمهم كمان بطريقة حلوة؟ طيب أكيد أشكال القلب موجودة بشو ما كان، ممكن تكون طنجرة بشكل قلب، ممكن تكون صينية بشكل قلب، ممكن تكون مقطع بشكل قلب، ممكن يكون قالب بشكل قلب، ممكن يكون القوالب المطاطية مثل اللي جبته أنا اليوم كمان بشكل قلب، اللي ما حضرنا قبل عم يحضرنا هلأ فينا نشتريهم بهالطريقة هيك، طلعوا كيف بشكل قلب. وكمان إذا بننزل شوي صغيرة بنشوف شو طلع منهم قبل بشوي صغيرة كمان هون بشكل قلب. يعني عملنا اليوم هالكب كيكس بطريقة جميلة جدا وطلعوا بعقده شكلهم جميل، أكيد شو ما بتحطوا فيهم بيطلع نفس الشكل، يعني مش انه هالشطارة الكبيرة، مهم نشتريهم بس نكون شاطرين وكاتبين وعرفانين وحاضرين الشيف شادي تنعرف كيف نطبق كتير من الوصفات من الكب كيكس اللي عملناهم قبل. طيب رحنا شو عملنا بعد الشيف شادي؟ ايه جينا سلقنا باستا، سلقنا باستا طويلة طويلة، الشغل فيها يمكن اجمل اذا بدنا نعطيها شكل قلب طويلة. اخترت السباجيتي، ممكن تختاروا التالياتيلي، الباباردالي، التاليوليني، اللي بدكم اياه. جبنا هالسباجيتي بطريقه جميله وحطيناهم بقالب بشكل قلب. بعد شوي صغيره رح فرجيكم اياهم، رح نشيلهم من البراد بعد شي 5 دقائق من بعد ما طبق هلا الصلصه يلي بدي احطها بالسباجيتي. كما انه خفقنا الكريمه، صار عندنا كريم فريش مخفوقه، هالكريم الشونتيه الحلوه يلي نحن بدنا نضيف عليها كمان من الاجبان مايونيز خضره تنعمل تشيز كيك، الكعب تبعوله بسكتس بسكوي بسكوت، اوكي مالح. رح نخلط البسكوت بعد شوي صغيره مع البارميزان تشيز مع الزبده ملح وفلفل، نعمل تشيز كيك مالح بطوش بعقد. بس خلونا اول شيء انا بالطنجره هون او بهالكاسرول قبل بشوي صغيره قليت اللحمه، يعني بتلاقوا الكاسرول شوي صغيره بعدها اوكي من اثار اللحمه بقلبها، واللحمه المفرومه انا قليتها قبل، طلعوا لك وينها هون حتى ما ياخذ معي كثير وقت، يعني انا فيني اقلي اللحمه واحطها بالبراد وبعدين اجي اعمل اي صوص بحبها من اللحمه المفرومه، مثل صوص البولونيز او قريبه على صوص البولونيز اللي بدي احضرها انا هلا. يلا يا شيف شادي بسرعه بس ما لازم كثير من الوقت تخسره، رح نعمل شغلي هيك، رح اخذ انا من الكراد، طلعوا كيف، واجي افرمهم. فيكم اكيد ما تستعملوا الكراد بالخالص بس انا بحب الكراد كمان، وعم بعمل بولونيز على ذوقي، يعني مش عم نعمل بولونيز، البولونيز المضبوطه 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 هي بصل، هي كرافس، هي جزر مفرومين ناعم مقليين مع الزيت، بتضيفوا اللحمه، بتقلوا اللحمه، بتحطوا بعدين من معجون الطماطم بقلبها شوي صغيره، بعدين بتحطوا كمان من صلصه الطماطم مرقه خضره او مرقه لحمه، بتغلي مع شوي صغيره من الملح والفلفل، وبتغلي حوالي شي ساعه على نار خفيفه. اكيد فيك تحطوا بقلبها من الماتسيتو جوارنيتو او البوكي جارني، البوكي جارني اللي هو ورقه الغار مع كمان العود من القرفه، عود من كمان الروزماري او كمان يعني اكليل الجبل، هودي بيعطونا كمان طعم كتير طيبة على الصوص بولونيز. وفي صلصة تانية قريبة منها هي صوص الراجو، اوكي اذا شو مرة سامعين فيها. يلا يا شيف شادي هون رح بلش انا احط هلا هيك، طلعوا كيفها، بنحط وبجي بحرك وين الملعقة، حطينا الكراد، انا رح اعمل هلا شوي صغيرة على ذوقي، وانتم بعدين فيكم تعملوه اكيد على ذوقكم. بحب كتير الكراد انا، رح اخذ كمان شوي صغيرة من البصل. يلا يا شيف شادي بطريقه كمان سريعه، وهون كم شريحه او شرحه من الثوم، طلعوا كيف حلوين، ويلي بحب كمان يعملها بهالطريقه يجربها ولا اجمل من هيك. انا بدي احرك، واو هلا انا عم حرك هيك فيني، وين عندي وين 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 هون فيني اجيب هيك كمان من جزره واجي كمان ابرش الجزره عليهم بطريقه كمان جميلة، شوي صغيرة من الجزر ما بتكتروا إذا بدكم، ها؟ شوي صغيرة من الجزر وصاروا عندي إياهم جاهزين، وهون يا شيف شادي هيك، وهلا بنضيف
اللحم المفرومة، لكن صار عندي من الجزر المبروش شوي، عندي من الكراد، عندي من البصل، عندي من الثوم، ضفنا اللحمة. برجع بعيد، مش شرط اللحمة تكون مقلية من قبل، يعني أنا فيك تحطوها نية هلأ وتكفوا الوصفة، بس أنا عملتها تمن ضيع وقت. أرجع كمان عيد لعم يحضرنا هلأ تيعرف إنه شو عاملين من قبل. شفتوا هلأ صارت عنديها جاهزة، واو. وهون فيني ضفلة أو من، برجع بعيد، معجون الطماطم مع مرقة اللحمة إذا بدكن، أو فيني ضفلة بندورة، بندورة إذا بدكن معلبة أو بندورة طازة مفرومة بقلبها، أو فيني ضفلة من صلصة الطماطم. أنا عندي هون صلصة الطماطم يا شيف شادي، يلا. وهون بجي بحط شوي صغيرة إذا بدكم من المرقة أو من المي العادية، طلعوا كيف. وبرجع بعيد، المي تبع الحنفية اللي عنا هي مي شرب، نحن عنا خزان صغير ورا بنحط فيه من ماء الشرب وبنستعملها للطبخ مثل ما لازم أنتم تعملوا كمان بكل بيت ببيوتكم. طلعوا هون، وهلا بتركها بعد شوي صغيرة، أكيد رح أحط لك من الملح ومن الفلفل هيك شوي صغيرة، شوي صغيرة من الأوريجانو من دون ما حدا يعرف. أوريجانو، عرفتوا الأوريجانو؟ بيعطينا كمان طعم كتير طيبة، وكمان نفرم فيها أو بقلبها، نحط بقلبها ورقتين من هالحبقات الحلوين. يا سلام. يلا على البراد تنجيب صينية السباجيتي ونجيب الكريم فريش. يلا. نروح على البراد، روج روج روج. هون عندنا شغلتين يا شيف شادي، عندنا هون الكريم فريش وعندنا السباجيتي، رح نشوفهم، نحطها هيك هون، نسكر ونرجع. سباجيتي مسلوقين، بس مسلوقين شي 90% يا شيف شادي، يعني الدنتي، المي عم تغلي. حطينا 4 لتر، 4 ملاعق صغار من الملح من بعد ما غليت المي، سقطنا ال 400 جرام من السباجيتي بقلبها، بس صاروا مستويين 90%، جينا صفيناهم دغري من المصفاية على صينية مع نقطة زيت، بردناهم. من بعد ما بردناهم جينا جبنا صينية، دهنا الصينية بالزبدة، فيكم تحطوا بالقعر شوي صغيرة من الخبز المحمص أو الكعك المحمص أو نوع من أنواع الجبنة كمان من تحت، وتجوا تحطوا السباجيتي بطريقة جميلة. وأنا تركت كمان، عملت شكل القلب بالنص، حطيت أنا القالب تبع القلب بالنص، وحطيت جبنة على وجهها بطريقة إنه بس تكمش أو بس حطها بالفرن بتدوب الجبنة، والجبنة تجمع، أوكي؟ فيها تكون إنه مثل هي تلزيقة، أوكي؟ بتلزق السباجيتي مع بعضها، وهي على كل حال السباجيتي بس تفوت هلا على الفرن رح تلزق شوي صغيرة على بعضها. الفرن شاعل، يلا يا شيف شادي وجو على الفرن. شاعل أكيد الفرن من تحت شي حوالي هلا، لأنه أنا عندي سباجيتي باردة، يعني يا شادي بدك تقول يعني شي 7-8 دقايق من تحت مش أكتر، وشي 5 دقايق من فوق، 3 دقايق من فوق بتدوب الجبنة. بنقلب السباجيتي وبدنا نحط بهالفجوة القلب بالنص صوص البولونيز الحمراء. وليش اخترتها حمراء؟ لأنه القلب لازم يكون اللون الأحمر، يعني رح يطلع معنا كمان منظر جميل جدا بعد شوي، والبولونيز بتعقد، والحليب نحطه ورا. يلا. أوكي. يلا يا شيف شادي، ليكو هون، هيدا الكريم. لك الكريم فريش كمان هون مخفوقة بتعقد بتجنن. بدي ارجع هلا نحطها هون تنعمل التشيز كيك تبعولنا. نرجع منلزقها هيك. ليه حطيتها بالبراد يا شيف شادي؟ لأنه خفقناها، حطيناها بالبراد لأنه أنا عندي المنطقة هون حامية شوي، فيها شوية حرارة عالية، بمعنى أنه في غاز وفي فرن ممكن ترجع تهبط، فأنتوا فيكم تعملوا نفس الموضوع، تخفقوها قبل أو تحطوها بالبراد، بس بدكم تستعملوها فيكم تطلعوها لبرا مرة تانية، وبنرجع بنضربها ضربة، ها؟ مثل ما أنا عم بعمل هلا. رح أطفي شوي ورح ارجع بعد شوي صغيرة ارجع ادورها قدامكم كمان، مشان شو؟ مشان نجمع معها، نحط معها كل المكونات يلي بدنا نحطهم بالتشيز كيك المالح. اول مكون رح يكون بالتشيز كيك المالح، رح وطي النار على البولونيز شوي صغيرة لانه بلشت. اول مكون رح يكون بالتشيز كيك المالح هو هالبسكوي. أنا جيت طحنت هل بسكوي، خليكم هون، حطكم هاي بالطريقة هيك، أنا بعتقد أنتم بتقدوا هالقد لأنه القالب يلي بدي أعمله. برجع بعيد، فيني أعمل قوالب صغيرة، يعني أنا ليكو اشتريت يعني، بس أنا عم بعطيكم فكرة ما رح أعملهم لأنه خلص أخذنا فكرة، بطول كتير وبياخذوا معي كتير وقت. هون في عنا قالب هو بشكل قلب بين هالقوالب كلها،
فينا نشتري قوالب مثله اكبر او اصغر اللي بدكم اياه او اعلى، في منهم بجميع الاماكن اللي بيبيعوا غراض للمطابخ، ونجي نعمل لكل شخص عندنا بالبيت حلوين هيك تشيز كيك صغار، اوكي؟ بعقدهم كانوا تشيز كيك حلو او تشيز كيك مالح مثل اللي بدي اعمله اليوم، وهودي مش غاليين يمكن حقهم شي 7000 ليره كلهم سوا، فينا نشتريهم للبيت بكمان اشكال مختلفه. اوكي؟ طيب. لكن شو قلنا؟ قلنا شغله حلوه، يلا يا شيف شادي هالبسكوي صاروا جاهزين عندي انا هون، بحط لهم فلفل، بحط لهم ملح، وبجي سوري بحط لهم، انا وقع شيء اخضر هون يمكن وقع الكراد، حطهم هون، طلعوا كيف، حط لهم كمان جبنه كمان البارميزون بقلبهم، ببلش اخلطهم، لكن انا عندي من البسكوي المطحون الناعم حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت بقلبهم من جبنه البارميزون بقلبهم او اي نوع من الجبنه يلي بتحبوها، اوكي؟ مبروشة ناعمه ناعمه، وبجي هلا ببلش ضيف عليها من الزبده، طلعوها هاي الزبده ضفناها، زبده اكيد سايحه، خلوني اخلط تيصير عندي مثل عجينه، تعرفوا كلكم سوا نفس الشيء كمان اللي بتعملوه مشان التشيز كيك العادي، طلعوا كيف ها؟ بعد بدك يا شيف شادي ما بيأدي هيك، يلا اوكي؟ واكيد مكتوبين المقادير رح تكتبوهم بعدين كلهم سوا، طلعوا كيف؟ يا سلام ها؟ اكيد انا ما رح اقدر اقدم اليوم التشيز كيك، التشيز كيك بكره، اوكي؟ هو العيد كمان، انه بعدنا نحن بكير شوي على العيد في كمان يومين، بس بدي اقول شغله انه انا حاولت انا او عم حاول احضر كل يوم الوصفات حتى ناخذ افكار عنهم ونعملهم لاي متى؟ لا بعد بكره اذا حابين تعملون، طلعوا هلا على قد الزبده ها، شفتوا كيف كمشيت صار عندي مثل عجينه، شفتوا كيف؟ هيدي العجينه هي المضبوطه اللي انا هلا بجيب قالب انا رح اعمل برجع بعيد. الوصفه اللي قدامكم رح تكتبوها على التشيز كيك المالح فيها بيض، فانتم بتستعملوا صفار البيض تبع البيض، فاللي ما بيحب يستعمل او ياكل البيض على الني في ما يستعمل بيض بالخالص، انا ما رح استعمل بيض كرمال الاشخاص يلي ما بيحبوا، ويلي بيحب يزيد دسامه وطعمي اقوى في يزيد برجع بعيد كمان الصفار البيض عليها من دون اي مشكله، ويكون عندنا هالقالب هلا هيك اللي رح انا بلش هون باخذ انا من البسكتس هيك ها، طلعوا حطهم بالقالب اكيد، وفيكم يعني مش كثير فيكم بس فيكم انكم كمان تخبزوها تحطوها بقالب عادي اوكي تبع التشيز كيك، وتجوا تخبزوا كمان هالتشيز كيك بالفرن لمده 10 دقائق ربع ساعه، يكون في بيض ما في اي مشكله ساعتها، اوكي؟ ويلا من دون اي مشكله. طيب اكيد انا هلا رح كفي اني انا حط او رص انا هالبسكوي بطريقه جميله بالقعر، اني ما يكون علون اكثر من مليمتر او مليمتر ونص، اكثر من هيك حرام، رح تشوفوا كمان كيف، هلا عم يطلعوا لبرا لانه كمان الصحن مش متساوي مع السيركل، بس معلش هلا منشيلهم، طلعوا شو حلوين، وانا بعتقد هيك وصلت لنهاية كمان أول فقرة اللي رح أعمله هلأ بغيابكم، هو رح دور كمان أنا الخلاط بيخلط بطريقة منيحة هيك ما عاد منضج عليكم، أوكي؟ ومنزعجكم بصوت الخلاط. بريك وارجعوا لي بأسرع وقت ممكن. أنا بس هذا شيء كثير كبير بس قرن حلو، أنا حابة أهديك وأعبر لك عن حبي ومشاعري مشان عيد العشاء بالسان فالنتين يا شيف شادي، من زمان مخبية وعم بزرع عم بزرعها لحتى أهديك إياها، لا بس شيء كثير كبير، هلا خلينا ننتقل لعنده لحتى نشوف وين صار. الله يخليلي إياك يا رب. زرعتها مغرقتها بالمي؟ لا بس كثير فيها لا بس حلوين، بتعرفي هول؟ هول اكيد صنع في لبنان، طلع قديش عم يطلع على قديش هن مثل ما بيقولوا هيدي مثل الفليفله يعني صحي، ما بعرف ما مرقت على الوزاره انا وجاي، انا مرقت اشتريتهم طلعت جاي هلا هو ما في هلا زعلتي دغري هلا لا عد هلا بالعكس بس انه منه حر يعني لا مش حرين، هو ده فليفله حلوه حمراء اوكي من ارضنا من هون هلا بالعاده نحن بنشوف فليفله حمراء الثانيه اللي هي اجنبيه، هيدي مش غاليه شي 1250 هلا نحن هلا عم نصور له اياها ليشوفها معالي الوزير، معالي الوزير نحن هون باستوديو لساعه واحده، اذا بتحب تطلع علينا مباشره اذا ما بتحب بعد الهواء صار يعرف من الصوره
منسى. طيب يلا رجعنا لك انا وغيدا، رجعنا لاخر ربع ساعه معكم تننهي اليوم حلقتنا اللي انا مخصصه نوعا ما الى كمان سان فالونتين والمحبين والحلوين والعاشقين وال وشفتي كمان بلشنا كمان بالكب كيك بشكل كمان قلب حلوين، ليه حطيتهم عندك حتى يشوفوا المشاهدين انه موجودين بكل الاسواق وسعرهم مش غالي، فيهم يعملوا هيك كم شغله مالحه او حلوه بشكل قلبك، كم قلب عندك اسم الله عليكي؟ عنجد انا عندي قلب واحد القلوب الكتار ميرسي إيه، بس قلب واحد موزع، بس قلب واحد كبير بيساعد الدنيا كلها. برافو عليكي. ليك انا شو بدي اعمل هلا هون، خليني اخلص من هذه الشغله لانه حس حالي شوي صغيره مشكله انا والكريم. يلا اوكي طلعوا كيف الكريم بعدها بألف خير، حبوا بعض انت والكريم. ايه لكن شو بدنا نحط فيها لهيدي الكريم فريش اللي نحن خفقناها؟ انا هون عم بفرم من الخيار فلافله حلوه حمراء خضراء، وعندي كمان من البصل او من الكرات اذا حابين تحطوا بقلبها. اوكي وراح كمان حط بقلبها، طلعي هون شفتي هذا كمان هالخليط الملون كثير حلو كمان بعيد سان فالونتان. راح اخذ كمان هون ورقتين من الحبق الحلوين، طلعي كيف راح اخذهم هيك افرمهم كمان بقلبهم، بيعطوني كمان جمال هيك اخضر بقلب الصوص. وبس تعملي انت كمان او تعملوا التشيز كيك المالح بالبيت، فيكم تعملوا اول شيء طبقه بيضه يعني يكون فيها بس المواد البيضه اللي رح تشوفيها بعد شوي اللي هي الجبنه مع الكريم مع المايونيز اذا بدك، وتعملي طبقه خضراء، بعدين طبقه بيضه طبقه خضراء، فيكي بتتعذبي شوي بس فيكي. اوكي وبتتعذبوا شوي، اما انا ما رح اتعذب شوي، رح اعمل انه رح اخلطهم كلهم مع بعضهم معنا شيء ورح احط الخضره، بس انتم فيكم تعملوا هيدا الشيء وتحطوا كمان إذا بدكم شومبون بقلبها، حطوا السلامي بين الطاق والطاق أو بين الصف والصف أو بين الطابق والطابق، فيك تحطي شو ما بدك من الأشياء، كأنك عم تعملي لازانيا، فيك تشتغليها بنفس الطريقة. والباز إذا شفتيه غيدة هونيك حطينا بسكوي مالح، إيه هيدي رح تصير مثل تشيز كيك، ملح وفلفل وجبنة البارميزان بقلبهم. صح وفيكي كمان تطعميهم إذا بدك بالكاري بالقرفة بالكراوية، إذا جاي على بالكم تعملوا كمان أشياء سوفيستيكي أكثر وأكثر. والشيف شادي هلا ماذا يقول؟ ماذا؟ اوكي يقول مايونيز هون مع الجبنه كمان المخلوطين، بنحطهم كمان هون مثل ما انه مكتوب كمان بقلب الوصفه. بنروح كمان على هالخضار كلها صوص، انا ما رح احطها كلها رح اخلي شوي صغيره مخلوطين عشان زين فيها من فوق. ايه؟ طلع شو رح اعمل هيك ها؟ معي انت ولا مش معي؟ انا معك. طلع شو رح يصير، وهو رح زين فيهم من فوق اذا الله راد. سو نصهم تقريبا حطيت. وفينا كمان نحط كمان ها واحد اثنين، رح احط كمان هون شقفتين من البندوره، يعني كمان بندوره كمان مفرومه مع كمان الحبق بيعطونا طعمه جميله جدا. صح هذا كله فوق الكريم انا عم حطه انا هلا هون، طلعوا كيف. والاجمل من هيك اني فيني اعملها بجيلاتين وفيني اعملها من دون جيلاتين. اذا بدي اعملها بجيلاتين وانا رح اعملها بجيلاتين ليه؟ حتى تكمش معي اكثر من اليوم لبكره. شو بعمل؟ رح اخذ انا هون حوالي 20 جرام من الجيلاتين، 20 جرام كل ورقه يا غيدة من هول هي 3 جرام. اوكي 20 جرام يعني كم ورقه؟ يعني 7 تقريبا، 2 3 4 وهيدي 7 بيطلع 21 6 7 بيطلع بورق اذا تريدي. يلا يلا حلا اذا تريدي يلا. اوكي ممنوع ممنوع التعليم، ممنوع التعليم، برافو عليكي، ممنوع الزعبره. ايه؟ وانا زعبير باصره وطرنيب بحس عندي شعور كيف افرتك. بس ما بحب العب ورق، بس انه اذا لعبت بزعبر دغري. مش ما بيلعب معك يعني ابدا ابدا، مش هيك بيحطوا. الله يعينك يا مير، الله يعينك يا مير، عاد الزاوية العرب كلها ترنيب. اوكي اللي رح اعمله انا هلا، رح انا هون اخلطهم مع بعضهم شوي صغيره، طلعي كيف هون ها. يلا يا شيف شادي خلطنا الخليط كله. اوكي فينا ما نخلط برجع بعيد، يعني الجبنه والمايونيز والكريم هيدي فينا نخليهم لوحدهم ونرجع. هلا انا بدي اعمل كمان شغله مع المشاهدين، فيكم تعملوها فيكم ما تعملوها، اطلعوا شو رح اعمل فيني. فيك شويه موتزاريلا بقلبها، شويه جبنه بقلبها، يعني انتم فيكم تحطوا كمان. ها 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 انا حبيب قلب الجبنه ابدا، يعني فيكم كمان تحطوا من الاجبان بقلبها، اطلعوا شو رح يصير هون ها. واو رح اجي اكبوس خلط كمان الكريم. وهلا يا شيف شادي بنروح على، طلعوا هون الجيلاتين شو عم بيصير، طلع شفتي ها ها ها. اوكي بطفي خلاص، صارت المي مي شوي صغيره وسخنه، يعني حرارتها بس توصل لل 40 درجه ببلش كمان عندي انا الجيلاتين يدور، لانه نرفيع يعني. ايه هني الاوراق هون طلعوا كيف، بكفي بكفي للتر واحد من الكريم حوالي 30 جرام من الجيلاتين، ان كان الجيلاتين سائل او مش سائل، نحن بنعمله سائل يعني. صح. او هودي بينعملوا كمان اسمه الكولا دي بيشي او تلزيق السمك بسموه، لانه بيتاخدوا من كمان من اجزاء من عظام السمك هودي. اوكي طلعي شو صار، ليكي شو راح اعمل انا هلا هون. وقف يا شيف شادي يلا
بس انه انت مثل ما عم تقول فيهم يستعملوها مع جيلاتين وفيهم بلا جيلاتين. شو بيفرق شادي؟ بتكمش اكثر بس مع جيلاتين، بتكمش اسرع. تقلك شغله، اذا كان بلا جيلاتين ما لازم اخفق الكريم مع الخضره. اوكي، ها شفت. ايه اوكي، هذا واحد. اذا كان مع جيلاتين بخفق، ما عندي مشكله، لانه انا الكريم بس اخفقها مع الخضره، الخضره بتحتوي على مي. شو بيصير انا عندي؟ بيصير عندي انا تفرط شوي صغيره، فساعتها انا هون بيجي بتعلم انه لا، انا ما لازم اعملها هيك، لازم اعملها بطريقه مختلفه. انا هون هلا بيجي بخلطهم شوي صغيره مع بعضهم. ها يلا خلطنا، ولبكره بيكون عندي اياها بعقد بتجنن. ويلا يا شيف شادي هون، يا سلام على الكريم، ويا سلام على الجبنه، ويا سلام على المايونيز. بتعقد وفيكم تجوا. هلا اذا كنا بدنا نعملها نحن مع الجيلاتين، فينا نعملها مع الجيلاتين، بس شو بنعمل؟ بنخفق الكريم لوحده، بنخلط الجيلاتين، اوكي، بنجيب الجيلاتين ساعتها بنخلطه مع شوي صغيره من الكريم على جنب، وبنضيفهم فوق الكريم الاولانيه، يعني شوي صغيره الشغله معقده اذا بدنا نعمل طوابق، اوكي؟ هلا بدنا نزيح شوي صغيره هون هيك انا وياك. يلا الطابق، نجي هلا لهون الطابق الارضي. الطابق خلينا نطمن شوي صغيره على الفرن. الطابق الارضي اوريدي خالي يا امي ويا امي. اوكي، هي لازم نسحبها، ما هيك شادي؟ يعني لازم نسحبها. انا طفيتها، حمصت. لا برضو هيك. ها يلا جايين على السباجيتي. طلع شو رجع سكرها، طلع خليها اريحها. اوكي، طلعي هون شو صار عندي اذا بتريدي. يلا هاي الطبقه الثانيه. هلا الخلطه، هاي الخلطه هيدا لبكره اذا الله راد. ايه طلعي كيف. يا سلام على الشيف شادي، قد ايه حطيت هلا؟ تقريبا نص، ثلاث، اكثر من نص الكميه حطيت. طلعي شو صار، وانا من بعد ما اعمل هيك طلعي. هلا بعدين هون رح اقول لك شو بدي اعمل فيهم بعد شوي. رح احطهم هون هيك، باردون. رح جيب الخضره اللي عندي انا لتعمل الطبقه فوق. اوكي طلعي كيف. ها بس هو بالعاده لازم ينطروا شوي لانه هلا حتغرق شوي. معلش بتغرق، ما انا بدي اياها تغرق مثل صغيره. مش مشكله. اوكي هلا بده ينطروا لبكره، بس تجوا يحطوا عليها من فوق ما في مشكله، بس ما بيفوتوا بقلبها ساعتها، فده بيضلوا على الوجه. اوكي وهلا بدي اعمله كمان مشان كمان نعطي الشكل الجميل. رح اطفي اول شيء تحت البولونيز. اوكي بروح على السلامه. يلا بيجي بعملها هيك للسلامه، بتطلع هيك سلامي الى اهلي هون، وبيجي بسكرها. اوكي فهمت شو صار؟ طلع ايه هيك تسكير، بسكرها بتصير مثل الكون. برافو عليك. هي عبوكه بتطلع كمان. هلا لازم انا كنت شد عليها، طلعي هون شد عليها شوي. شد على ايدك، شد ايدك، شدي شدي. ها شد على ايدك وعلى ايدك. طلعي كيف طلعت اجمل من هيديك لهونيك. رح اشيل هيدي، معلش ما تاخذونا، اما طلعت حلوه عندي. ايه لا اعملها هيك. ها وراح اجي على الثانيه. شو بعمل هون؟ بشد عليها هيك، بشد عليها هيك، وبجي بنحطها بطريقه جميله. بتزرعها، بنعملهم كلهم سوا. ولبكره شو بيعمل؟ هي بتجمد وبيصير عندنا. هلا انا لبكره بالبراد انا بحط سلامي، بس اذا انت ما بتحبي السلامي شو بتعملي؟ ما بحط سلامي. يعني اذا ما بتحبي الجبنه شو بتعملي؟ يعني اليوم انا هلا عم بشتغل، طالع عم بشتغل طريقه سريعه. اذا بتحبي اهلا وسهلا، اذا ما بتحبي بتغيري انت. انا اليوم عندي وصفتي، دائما بقول ما حبيتوا هيدي حطوا هيدي، ما حبيتوا ما عندكم هيدي فيكم تشتغلوا بهيدي، بطريقه انه يكون حسب ذوق الجميع. وصفات الشيف شادي كلها ديمقراطيه. طلع طلعوا شو حلوين، وهودي السلامي كمان هون. ها شدوا علي بطريقه جميله، وهيدي كمان يلا. اخر وحده من السلام يا شادي. يلا اوكي عملك شوي، عملك شوي ما تسرع، معلش اذا عندك اربع دقائق بس انا بتلحي. طلعوا كمان هاي اخر وحده، اخر وحده. وهلا وين بنروح؟ وين بنروح؟ بنحط هون بالبراد. بالبراد لبكره. باي 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 باي، بنشوفكم، يعطيكم العافيه. طيب لا باي باي هلا راجع. اللي باقي عنا هو شوي صغير من الخليط. شو؟ ليك شو بعمل فيه؟ اول شيء نحن بنحكي دائما على الاويل سبراي. طلعي هذا السبراي اللي نحن شارينه، اويل سبراي، نحطهم بالشكل القلب اللي عندنا هون. طلعي يا سلام. هلا شو بعمل؟ هالخليط اللي بقي عندي هون على بكره بدي اخبزه على شو؟ على طريقه التشي او الكب كيكس. صح، شو رايك؟ بكره كب كيكس. اوكي يعني بكره رح يكون عندنا ترويقه تشيز كيك او سولتي تشيز كيك كب كيكس. اوكي يعني بشكل كب كيكس، بشكل قلب، سميها لنشوف انت. هارت تشيز سولتي تشيز كيك، هارت كب كيك. ايه هي هي سولتي، سولتي اكيد، هارت سولتي تشيز كيك. شو حلوين بهالطريقه هيك. رح اجي احطهم كلهم سوا هوديك، بكره رح نخبزهم. بكره رح اقدم يعني التشيز كيك هونيك والتشيز كيك هون، واحد مخبوز، حتى اذا ما في بيض رح تشوفوا كمان كيف بدك مش على بعضه بطريقه جميله. ورح بعد شوي ازرع فيه كمان الخضره، وفيني احط فيه وحده كمان من السلامي اذا اردنا. اما السباجيتي يلا. ها يلا يا شيف شادي تفضل، طلع السباجيتي لبرا، حطها هون يا شيف شادي بهالطريقه. حط هيدي عليها، بس وعي يعني ما تخلي
العالم يضحكوا عليك. هو شهادي من شيلة. اوكي. صار شكل قلب ولا لا؟ صحيح. اوكي، إذا بدي أنا فيني أقدمها هيك لسباجيتي من دون أي شيء. فينا. وفيني أجي أنا أعمل هيك. يلا. انتبه انتبه انتبه. انتبه انتبه انتبه. اوكي، أوبا. ما تقولي لحدا؟ لا. اجي لهون هيك. بس. طلع 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 هيك. حطه بالسنتر للقلب. بالسنتر للقلب. اوكي. نحن هون. كمان هون. خلص الوقت؟ خلص الوقت. إيه بعد عنا؟ عنا دقيقتين ونص بعد. طلع شو حلوين. أوه عظيم. هون عنا. هالسباجيتي بشكل كمان القلب تطلعوا شو حلوة ها؟ رح اقدمها هون هيك. اوكي. وانا هلا يا شايف شادي شيل سكين من ايدك عشان ما تجرح حالك. يلا. اوكي. جيب الصوص. وليكم. يا. بيجي انا. عم لك يا شايف ما لازم توسخ غير بالنص. ايه ما بدك توسخ القالب. هيك طلعوا بطريقه كمان جميله وفيكم تحطوها على جنب، اوكي مثل ما بدكم. طلعوا هيك. هيدي الصوص. كمان فينا اقدم الصوص كمان على جنب، طلعي شو حلوه. وبجيب انا هون اخر شيء بعمله. اوكي. طلعي كيف؟ بحط هلا الحبق. تحط الحبقات. بالنص بطريقه جميله. بجي انا كمان على جبنه كمان. يلا. بارميزون. وين بشرحها بطريقه كمان حلوه. اوكي، بتزرعون كمان. طريقه حلوه كثير. كل شيء عبالي حط لك سهم. شو بدك تطلع معي سهم؟ بتعرفي دائما هني ايه؟ مشان قلب ايه؟ مشان كيوبيد سهم، افتكرت سهم. طلع سهم سهم، طلعي هلا هون. اوكي. جينا زينا. ايه بلا سهم خلص، وصل الحب، بلا سهم. اوكي، لكن فكرتي كانت انه انا اليوم اكيد تعلمنا صوص البولونيز وتعلمنا كيف نسلق سباجيتي وتعلمنا كيف نعمل سباجيتي اذا بدنا بالفرن ان كان بشكل قلب او غير شكل قلب. وكيف فينا نقدمها على سان فالونتاين كمان اليوم؟ جينا كمان حضرنا الكب كيك الصبح كمان بشكل قلب او مش بشكل قلب مثل ما بدكم، وتعلمنا كمان كيف بندوب الجيلاتين وبنستعمله كمان بالتشيز كيك اللي رح نقدمه كمان على بكره. انا بعتذر انه ما رح اقدم بعد بكره التشيز كيك اللي عملناه بشكل قلب، بس انه رح اقدمه لهون بشكل قلب. اوكي، بس انه هن فيهم يعملوها كمان بشكل قلب. شو عملنا بعد؟ خلصت اللفه. تايم اخلص الوقت. بشوفك بكره. لقائي انا بكره معكم بحلقه بعد اجمل من اليوم. الى لعندك. يعطيك الف عافيه شيف شادي، واكيد نحن بنودع كل المشاهدين على القناه الفضائيه وعلى محطه USA. فيكم تحضروا كل فقراتنا على futuretvnetwork.com امتى ما بدكم، على الاونلاين ستريمينج. اكيد بنودعكم واكيد بنلاقيكم بعد بكره كمان نهار السبت ب 14 شباط بحلقه خاصه بذكرى العاشره لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بنودعكم، باي باي.